أردنا تقديم أعمال مختلفة تروي رمى المشاهد الموريتاني قصصا تختلف عن التي شوهدت في السنوات السابقة، مسلسلات تنافس المسلسلات العالمية وتليق بالمشاهد وتحترم ذائقته الفنية رغم الصعوبات التي يواجهها المنتجون. فأن تنتج في بلد لا توجد به مؤسسات إنتاجية بالمعنى المهني ولا يوجد به صندوق لدعم الإنتاج، فأنت تستحق رفع القبعة عاليا حيث أن الجميع يدفعه الشرف فقط. لا شك أن هناك تطور في الدراما الموريتانية، ليس على مستوى جودة الصورة ونقاء الصوت فقط، وإنما هناك على مستوى قضايا المعالجة، القضايا الاجتماعية. يمكن أن يطرح السؤال عن مدى قبول المشاهد لمعالجة هذه القضايا، وأظن أن السؤال الإجابة عن هذا السؤال تكمن في الحديث خلال الأيام الماضية عن احتواء هذه الدراما على مشاهد ولقطات يرى البعض أنها تتنافى والقيم الموريتانية ولا تصلح للمشاهدة العائلية. خصوص المحتوى الذي لا يرغب الجمهور الموريتاني بمشاهدته عبر دراما أو هو شيء جديد عليه، أما السلبيات الأخرى تتعلق بالمستوى الفني فهذه طبيعية جدا، لأن العاملين في المجال ليسوا ذوي خبرة كبيرة بالمعنى العالمي، ويتطلب ذلك يعني معاهد متخصصة جدا في البنون الجميلة ومعاهد متخصصة في التدريب.